FM. الكلمة ليك. حرائر تونس. رح نربح لنا اليوم حرة من حرائر تونس مدام رفيقة تركي. مرحبا مدام رفيقة. شنحويلك لاباس عليك؟ الحمد لله. يعيشك مدام رفيقة. دونك عمرك 60 سنة. صنعة يديك هي المشموم وصناعة المشموم بصفة عامة. من بعد نشوفوا الفيديو تنلقاو فيها شنو تصنع مدام رفيقة بالتحديد. معناها مش كان المشموم العادي اللي نعرفوه، تعمل زيدة في حاجات جديدة. أنا نحب نرجع معاك من الأول مدام رفيقة، ونحب نقول زيدة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، اللي أنت ملي تولدت تلقى المشموم قدام عينيك، تعلمتوا على الوالدة نتاعك. احكي لنا بالضبط كيفاش تعلمتوا. كيف كبرت شوية نقا أمي تعمل في المشموم، وأخواتي إحنا وأخواتي عنا الثانية نجمع نقوم الخمسة متاع الصباح نجمعوا، ومن بعد السبعة متاع الصباح نقعدوا ما عادش نقوموا. بعد نخدموا المشموم الثلوثي زوز مشي من في مشموم هذا يمشي للطيارة تسعة متاع الصباح. فهمت؟ يجي الراجل يهزوز تسعة متاع الصباح. ولا معناها ملي انت صغيرة قلت لي كنتوا تمشيوا للثانية الخمسة متاع الصباح. الخمسة متاع الصباح. ولا من السبعة تبدأ الخدمة. تبدأ الخدمة سبعة متاع الصباح ما عادش تتحرك. كان شربت قهيتك شربت ما كان سيء ما عادش نجم تشربها. هكاها ونقعدوا نخدموا فوق المشموم. كل مشموم بعد نهزو تسعة متاع الصباح يجي يهز، بعد تولي لحداش لحداش الكونتيتي الثانية يجي يهزها، بعد الكونتيتي الثالثة ما ساعة ونص ما دي ساعة ونص معاش يزي أكاو. كان بار كان قعد كان أكاو نبدأ نتجاره بالغربين الغربين للقار. تمشي وتبيعوا انتوما. نمشي ونوصلوه للقار قدام الترهن فميكات رجال تبارك الله. واحد يبدأ يقيد قد جبت 200 ثلاثة يبدأوا ياخذوا. المشموم كانوا بمزيان أكاها فتلتو ما تتنحش تبدا يوصل بارك الله. وكان يبدا هكا مرخوف يوصلها يبدا ياخذ المشموم من عندي ويبدا يطرزوا في القاعه هكا. ولا انت مدام رفيقه عطيتنا استيوس صباح كيفاش باش تعرف المشموم بالكدي، تشد المشموم تضربه في القاعه باش تعرف قاعد ولا نقولوا شو الخدمه. هاو الخدمه كيفاش يبدا الفتله ما تتنحش تبدا الفتله مكبوسه والآخر تبدأ فتلته تتنحى ويوصل ساعات محلول جملة. فانها مدام رفيقة صناعة المشموم فيها برشة برشة تركيز، فيها برشة خدمة كاملة. أغزر نقعد هم السبعة متاع الصباح يتينا ربي حتى الماضي ساعتين كما تحكينتي بالشر، لا ناكل ولا نشرب ولا حتى شيء ما نجموش ناكل. ما تنجموش تاخذوا راحة إذا كانش تقوم تخسر تخسر كالدرجة كالدرجين حتى الدرجة مثلا مش تمشي مثلا أقل حاجة تخسر أنت تخسر. يزمك رابيد يزمك كل شيء رابيد واضح. تحكي لنا شوية أنت شنو الحاجات اللي تعمل فيهم. أنت ما تعملش كان المشموم العادي اللي نعرفوه الناس الكل، دوك تعمل للعرايس تعمل حاجات جدد. أعطينا فكرة على خدمة بصفة عامة. أكلم تاع الدرجين مثلا في الشتاء في الشتاء يوفلفل ما عادش أنت تعملوا أرتيفيسيال كلها. نقولوا احنا متاع الدرجه شفت الدرجه الورد الدرجه هذيك تعملها كل بوكي متاع العروسه كل متاع الواحد تعمل مشموم تكتب الاسم تحط كيما هكاك هكا وريتكم تكتب اسمك تعمل كل شيء يولي لك مشموم وتزينوا بالريبون احلى من متاع الفل تعمل ريبون كما نقولوا اسورتي على مقلوطيتنا احنا بالدوري نهار تبيت تعملوا على الابيض فهمت واللوطية تعملوا على الاصفر. هذا بالنسبه للعروسات. بالنسبه للعروسات واللي عادي كما نقولوا يبدا جان عصفور سبع كعبات يبدا على قنو هكا يبدا جان قولوا احنا عازل يبدا مزيان عصفور على قنو ولا تبدا 21 كعبه يبدا اكبر شويه 21 كعبه تبدا فيها عدسه هكا في الوسط تبدا عدسيه هكا مزيانه في وسط المشموم يبدا مزيان فوق القن خير من المشموم في يدك تقعد هكا شاغله بيه روحك وتبدا شدته فيه. هذه ابار الشرك بيان سور والحاجات هذوك الشركات اللي مستانسين بهم. اما المشموم ما تقعد شدته هكا تبدا عصفور هكا على قنك. انا قبل كنت نشق في الحلفه ما نرقدش ما نرقدوش. انا امي كانت يرحمها يقوموا هما اخواتي ماضي ساعتين يقوموا وحده تمشي تعمل صنعتها والاخرى وانا ما نرقدش. نبدا تقول لي امي اعطيني خدمتي نتاع غدوه
خاطر بلا شقه نحلفه ما نشقوش الحلفه ما يتخدمش الفل. مش تشق تضيع الوقت، لازمك تشق قبل بالنهار ولا نشق وشتاء في الشتاء نشق الحلفه باش نلقاوها معناتها حاضره حاضره. أي. بلا شقه الحلفه الفل يضيع. فهمت؟ واضح. نبداو نشقوا في الحلفه. شقيناش الحلفه كاو نبدا نشق في الحلفه ما نقومش انا ال 24 ساعه ما نقومش نرقد من ساعتين نتاع الليل. كنا نرقدوا من ساعتين نتاع الليل بيت نشقوا في الحلفه باش غدوه نخدموا الخدمه. واضح. فانت امي قبل خدمه اكبر مشمو، اكبر مشمو متخاطروا عليه، اكبر مشمو شفت المحرمه اللي نحطوها على روسنا ما غطتوش. ما غطتوش عملت اكبر مشمو. واضح. يعطيها الصحة يعطيها الصحة. مدام رفيقة قديش عاونتكم الصنعة هذه معناها بالنسبة لعائلتك بالنسبة لي كنتي زيدا قديش عاونتك بصفة؟ بابا كان خدمته خدمة رسمية رمزية. فهمت؟ يخدم 500 في النهار بابا كان يرحمه، يخدم في الجراج يعيشك يرحم والديك. حسيلو أمي نخدمه ذيك خدمتنا برك الله زهزنا منها كجبية بالغالية طو جبتنا بالملايين. زهزتوا منها رويحكم؟ احنا ثلاثة بنات زهزنا من خدمة الفل. وانتم ثلاثة تخدموا في الفل؟ ثلاثة وخويا. خويا يده خفيفة كيفي، يسكر البيت ويقعد يرشق يقول لهم تحب ما نحبش بحبيكم. لازم برشا كونسونتراسيون. الصحة نبداو نخدموا هاك الخدمة هيك زهزنا منها وقلينا منها وشبعنا منها تو ما عادش فما خدمة بنتي، تو الخدمة ما عادش عاطينها قيمة. فانت تو هاك اللي حلوا حوين تو اوبليجي باش يعمل مشموع. تو تطور المشموع ولو كان الارتيفيسيال يهزوهم الحجامة ما عادش عاطينه قيمة كيقبل. قبل كان المشموع ما عنده قيمة وفما رجال عندهم قيمة للمشموع. وقت اللي المشموم ما ينحيه من قنو لما يحط مشموم واحد آخر مشموم لاخر في عوضه يحطه فما التو وفما رجال حاطين المشموم عجبه. هو ديما يقعد المشموم حاجة مزينة برشا معناها فما اللي يعطيه قيمته وفما اللي ما يعرفش قيمته. مثلا ياخذه ويبدا يلعب بها هكا في يده حتى يتفترش يهبط في القاعة. فما الناس يحطوه عجبه هكا مثلا تجيب لك قهوه تجيك ضيفه ولا حاجه تمد لها مشموم مع القهوه. اي صحيح. تمد لها هذيك تو هذيك في الطبق تجيب لها في الطبق القهوه تولي فيها جو اخر. فهمت؟ به الصنعه هذه مدام رفيقه انت عندك صغار قلت معناها عندك تبارك الله صغار ربي يفضلهم لك. اي علمتهمش برك الله الكل يعرفوا. اي به يعاونوا فيك اما ما يعرفوش الخدمه نتاع المشموم يرشقوا صحيح. اما خدمه المشموم لا انا واخواتي قعدنا. انا واخواتي انا بطلت عندي كاع بطلتها تو 6 سنين السنه رجعت لها. رجعت لها اختي هذه الكبيره لزمت عليا قالت لي لما نرجعوا الثلاثه خدمنا مع بعضنا السنه ورجعتوا. رجعت السنه ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله. انت مدام رفيقه حتى كان معناها الخدمه هذه نتاع المشموم كيما نعرفوا في الصيف تخدمها في الشتاء باش تطيح بيان سور. انت في الشتاء ما تقعدش زاده قاعده ما تقعدش مربع يديك تخدم التريزه زاده. عندك صنعتين انت نطرز نطرز ونرشم ونعمل كل شيء. فوالا نطرز ما نقعدش. احنا اصل موالي البلاد نقولوا احنا الاصليين ما يقعدوش قاعدين. المراه يلزمها خدمه في يدها ما يلزمهاش قاعده او الراجل كهو الراجل كهو قدام الراجل. فهمتها يلزم خدمه حتى نقولوا احنا موند بوش. والمراه زاده اللي مسنسه بالخدمه مدام رفيقه ما عادش تنجم تقعد قاعده. لا ما عادش. لا لا احنا الفل هذايا رغم اللي احنا الثانيه تقسمت ومشيت على روحها وما عادش ناخذوه من عند الناس تو يجيب لنا الراجل ونخدموه بالشطر. نخدموه هو عليه الفل واحنا الشطر شقنا الحلفه. فهمت؟ ونخدموا احنا نعملوا له المشام ويجهزه. فوالا فهمت كيفاش. وبالنسبه معناها لصغارك وبالنسبه لعائلتك سافا الخدمه هذه قاعده تقدم بها؟ لا توالي توالي والله لا فيها بنيتي تو الربعيه تعرفها طاسه طماطم واحنا طاسه طماطم تو بكري كانت بدينار ب 1200 تو ب 3000 ونص. اش مش تخدم غليت معناها المشموم قد ايه؟ 250 260 260 فرنك 260 فرنك واو تو كان قبل تو نخدمو او فات بكري السنه. اي فهمت انت حتى لتو مازلنا نخدمو تو للمكتب وقصد داكوغ. فهمت كانش اللي مغروم بالمشموم يشري مشموم اك اوبليجي باش يشري هاك المشموم معناها تو طاحت شويه الصنعه. لا ما عادش ما عادش ما عادش كان ان شاء الله اللي باش يعرس اي اوبليجي باش يمشي يشري مشموم.
اما انت رغم هذا الكل ما نجمتش تتخلى عليها وقعدت ديما تخدم فيها. قعدت تجي في دمي مش صغرى انا صغرى سي نورمال ما نجموش ننساو. ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله مدام رفيقه. انا نحبك معناها في الكلمه الاخرى شنو هو الميساج اللي تحب توصله للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا توا تلقاها عندها صنعه في ديها ولا تحب تتعلم صنعه شنو تحب تقولها بصفه عامه؟ والله هو مش خاطر فل تغزر له انت هو فيه تطوير اسمه تطور. انا شفت في التلفزه اللي يحطوا الكورونك اللي على هوا وحيد من نخدموا فل نخدموا فل ونزيد فيه العدس ونزيد فيها كل 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 لي بيرل لي وتعملوا هكا وليلك ما نحكيلكش خير من مشموم وخير من كل وحده نتاع اللي تاخوها من الحجامه. فهمت اسمك تطورها الخدمه ما يلزمش تموت ما يلزمش تموت. أما بنيتي يلزمها قاعدة طبعا انت تقول الواحد انت من الصباح وانت قاعدة وتخسر عليه المشموم انت مش تخسر عليه برشا. فهمت مش كيف اللي هيك ريبون بلاستيك نقول وحنا ريبون يلزمها ريبون اي فهمت يلزمها أسورتي على الروبة أسورتي على لبستنا احنا ملبستنا مزيانة يلزمها ريبون مشموم تعطي قيمته كي تشدو في يدك فهمت تخسر عليه. فما ناس يقول لك انا نشريه ب 30000 و 35000 مشموه فهمت اشريه ب 15 اشريه نقول وحنا بالسوم الرمزي الرمزي اي فهمت أي. أي. مش يقول لك هاونو هذا خير ولا ما احنا المشموم هذايا نتاع العروسه نختاروه بالكعبه اي يسم الله الكعب نتاع الفل المختارين الغليظه الغليظه مش اللي يجي على بعضه هني جويده وغليظه وخضره ودربزه يعني الخدمه بضمير تكون يلزم وتكون يلزم المشموم أي. الكعبه واختها اي 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 شفت المشموم الكعبه واختها كي تغزر له يبدا الصف تقول سنين جوهر مرضومين نقولوا احنا فانت يبدا المشموم عاطي منظر أي. مش تبدا كي تبدا كعبه طويله وكعبه قصيره كي انت تحط في الحلفيه الفله لازم هزيتهم صغار كل تزم صغار اي فوالا باش يبدا سورتي كل على بعضه أي. أي. تبدا أي. الحلفيه نقولوا اربعه فيها سته يلزم كل غلط فهمت مش جويدة هزيت جويدة من الأول هزيت كعبة جويدة كمل بها تكمل جويد فوالا فهمت هذيك الخدمة المطقونة أي أي مش وقت اللي تجي تعمل المشموم تهز كما نقولوا حلفية صغيرة وحلفية كبيرة يجيك المشموم ما يعطيكش الطوع فوالا معناها لازمك تعرف كيفاش تاخذ الخدمة نتاعك وكيفاش تخدمها. مدام رفيقة أنا نقول لك إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن ومرحبا بك معنا على راديو كاب اف ام ونتمنى لك بالطبيعة النجاح أكثر وأكثر أنت وأخواتك وسلمين عليهم برشا برشا كاب اف ام الكلمة ليك.